السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل ماسك، يعني تقريبا ماسك أو ماسكين للهالات السود اللي تحت العين، الهالات السود العنيدة اللي تحت العين. طيب هاي الهالات الصراحة بتكون كثير من النساء والرجال يعانون منها، من سواد تحت العين، وهذا الشيء كثير يزعجهم. زين، ويظهر الإنسان من تكون يعني هالات سود تحت عينه بيكون كأنه تعبان مرهق. يعني كثير من الناس من يشوفوا يقول أشوفك أو شوفيك أو شوفيك اليوم تعبان، وجهك مبين تعبان من وراء هاي الهالات السود. في كثير من الناس بتكون هاي الهالات السود وراثة، زي حالاتي يعني بتكون وراثة عندنا بالعيلة. زين، بتختفي بكثرة، يعني الإنسان لازم دائما طالما وراثة دائما بتكون يعني بتشتغل على حالك عشان تختفي. طيب، وشوية شوية تدريجيا تختفي. أنا الحمد لله، طيب، لأني أبد ما سبتها على عيني، يعني الحمد لله والشكر يعني اختفت شيء كلش بسيط، يعني اقدر بالمكياج يختفي، معني حتى لو ما احط مكياج تختفي. دائما اللي عنده الهالات السود تحت العين بايام الشمس يلبس نظارات، طيب، على عينه، ويحاول يعني ما بيخلي زيوت تحت عينه عشان ما بتسمر هاي المنطقة كثير. طيب، لازم همنا كثير تشربوا مي، النوم يكون منتظم. انا بحاول دائما، وكثير علقوني يقولوا لي انت كثير المقدمه تبعتك، انا بحب اخليكم تستفادون من المقدمه تبعتي، بعرف كلكم تعرفون هاي الشغلات، بس انا في ناس كثير يعني ما بيعرفوا، بحب اوضحها. طيب، واكثر من مره حكيت اللي ما بده يمشي يقدر فيلم ويستفاد من العفو الفيديو ويوصل وين ما بده ويشوف. المهم، اليوم هو الماسك عباره عن شو؟ عبارة عن البابونج، أنا أعرفه بهذا الاسم، باقي الدول صراحة ما بعرفه. هذا البابونج أورجيكم شكله. طيب، أنا كثير أستعمله، يعني أخلص باكيت أجيب باكيت، هيك أستعمله دائما، كثير كويس البابونج هذا. تحطوه هاي ورقة كاملة، طيب، ورقة كاملة تخلوها مع ماء سخن، هالقد الماء سخن طلعوا، يعني ربع الكاسة، زين، مع 1 كيس من البابونج. طيب، نحاول نتخلص من الكيس. شو بتعملوا؟ بتجيبوا هذه، بتجيبوا كمان السودة، هاي السودة، السودة هاي اللي يحطوها على مو الخميرة، السودة اللي يحطوها على الخبز معجنات. طيب، راح نحتاج ملعقة صغيرة، طيب، يعني أقل، والله نصف ملعقة هيك، أو ملعقة ممسوحة مش فول. طلعوا، راح نحطها هون، أوكي، ونحركها هيك. هذا المحلول يبقى عندك بالحمام يوم كامل، كما يعني أول ما شو اسمه تصحي مثلا بتحطي هيك، طيب، وتحطي على المكان الأسود اللي بعينك. طيب، يوميا الصبح أول ما تصحين من الصبح، يعني حاولي استرخي ونامي هيك 5 دقائق مش أكثر هيك، واصريها وحطيها على كل عينك، يعني على نقول هذه العين، طيب، هيك تخليها وتظلين مسترخي على 2 العيون تبعاتك، وتسيبيها 5 دقائق، 7 دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة، المهم يعني بدك تستفادين من المي والسودة. اذا مثلا قمتي وهي بالحمام طول ما او بالمطبخ، كما ما تمشين من يما تخلينها القطنة وتظلين تمسحين هيك، كما ما تمرقين تمسحين، حتى لو تمسحين وجهك كله فيه ما راح يأثر، كتير كويس وكتير حلو، يوخر المكان السواد اللي بالوجه. طيب، كثير حلو هذا الماسك للوجه، وراح صدقوني يعني راح تستفادوا من عنده. هذا تخلوه اليوم كامل من الصبح لليل تستعملون فيه. كما ما بتتوضون بدكم تروحون مثلا قبل الوضوء للصلاة بتحطوه، وبعدين تغسلوا وجهكم وتروحون الصلاة وترجعوا تكرروا.
لحد ما تختفي معكم، بس تخلوه يوم واحد او مره او مرتين تقولون ها ما سويت. اخواتي ترى هيك شغلات صعبه، يعني الطب ما قدر عليها. زين الطب ما يقدر عليها شغلات تكون يعني وراثيه كتير صعبه. شغله ارهاق بتروح يمكن باسبوع تروح، بس شغله وراثه وسواد تحت العين، ويعني بده شغل، بدكم تشتغلوا على عينكم يعني صراحة بدها شغل. فدائما انتو هذا الشيء خلو، ما في شيء اعتبروه غسول للوجه وخلوه على العين. المهم ما بدي اطولها، هذا تخلوه هيك يوم كامل، تظلون يوميا تسوون فيه، بس خلصوا تكبوه تقدرون تكرروه ثاني يوم لحد ما تقل عندكم مثلا الهالات السود، بعدين تقدروا تسووه مثلا كل 3 ايام، كل 4 ايام مره. زين هسه الماسك الثاني اللي بدنا نسويه، الماسك الثاني هو، وهذا ضروري ضروري، هذا الماسك الثاني هو عباره عن شو؟ طيب بس راح اوريكم، عباره عن خيار تاخذون تقريبا الهون، طيب يعني هالقد خيار، وحبه بطاطا هالكبر هذا. شو راح تعملوا؟ طيب ما في الصراحه احسن من الخيار ومن البطاطا كمان الوجي. زين الخيار هو شنو؟ كتير كويس للوجه، يشد الوجه، يقبض المسامات بالوجه، كمان راح يبعد التجاعيد من الوجه. البطاطا تفتح لون البشره كمان. شو راح نعمل عشان ما بدي اطول؟ تاخذوا لكم حبه بطاطا قلت لكم، وشو بسوون؟ تحطوها بالخلاط تخلطوها وتعملوها هيك سائل، ان شاء الله تكون واضحه. زين هسه راح احولها هيك عشان تقدروا تشوفون، طيب عشان تقدروا تشوفون راح احولها هون هيك ها. طيب تحاولوا تنزلوا كل المي اللي من البطاطا، هاي كلها فيها نشويات، وهاي كل الزينة للعين، يعني تبيض كتير تبييض قوي. طيب هذا شو بتعملوا يوميا الصبح؟ هلا بحكي لكم كيف تعملوا. راح نسويه على شكل قوالب ثلج، لان البطاطا لو سويناها مي وحطيناها بالثلاجه راح يصير سودة. تقدرون نفس يعني اذا ما بدكم تسوون تبعت البابونج، مع اني افضل البابونج كتير منيح وانا مجربته شخصيا. طيب تقدروا تسوون البطاطا مع الليمون، الخيار مع الليمون. طيب يعني هم كمان كتير، البطاطا مع الليمون كتير كويسة كمان تحت العين، الخيار مع الليمون كتير كويس كمان تحت العين، كتير منيح. طيب تحاولون هيك. زين بس شو بتعملوا بعديها؟ تتخلصوا من الزيت تبعتها ونرجع شو بنسوي؟ الخيار ما بدي كمان. انا شو سويت للخيار؟ خلطته هو والقشر. الخيار بدي اياه هو والقشر، بيصير هاي هو والقشر بدون ما تخلطوا تصفوا، شوفوا بدون ما تصفوا، حطوه هيك مع بعض وحطوه هيك مع بعض. البطاطا خلطتها مع قليل من الورد عشان تتحرك يعني بالخلاط، يعني ملعقة أكل، يعني حبة البطاطا بتقشروها بتحطوها بالخلاط مع ملعقة ماء ورد. طيب وبعدين تقدر كمان بتحطون ماء ورد كمان تقريبا ملعقة، ملعقة ونص ما راح تأثر، تخلطوها هيك مع بعض وتجيبون هيك قوالب وتعبون هذه القوالب كلها هيك وتحطوها بالثلاجة يوميا من الصبح. طبعا هاي القوالب الثلج كتير كويسة للبشرة، تقبض المسامات، تبعد السواد من الوجه كتير. طيب وهاي يوميا الصبح، طيب تستعملون قالب واحد على الوجه وانتو قاعدين تشربون كافي، انتو قاعدين تسمعوا موسيقى، هيك انا بسويه بستعمله. بعد ما هذا طبعا القالب انا دائما عندي، بعد ما يجمد شو بسوي؟ افضيهن هاي القوالب، بحطهن بهيك كيس، طيب وبخليهم بالثلاجه بالفريز، يوميا الصبح استعملهم كمان على وجهي. هاي الخلطه كتير كتير كويسه وكتير منيحه للوجه، جربوها وان شاء الله تستفادون من عندها.
واتمنى منكم انكم تراسلوني وتقولوا لي كيف. بس هاي الخلطه بدها تعب للي عنده هالات السود الوراثيه اللي عنيده، يعني عنيده ما بتبتعد بسهوله، بدها يعني وقت شهر على كثير وتكون ان شاء الله اختفت. طيب، واتمنى من عندكم انكم يعني بتعملوها وتردوا تكتبوا لي شو راح يطلع معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتمنى من عندكم كمان تفعلوا الجرس اللي موجود على القناه تبعتي عشان كل اشي جديد يوصلكم، ولايك وشير، ومع السلامه.